الشاشه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء واتم المرسلين، نحمده دائما وابدا على فضله وكرمه واحسانه سبحانه وتعالى على ان احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، على ان مد في اعمارنا، فهذا كرم من عنده سبحانه وتعالى. وهذه الايام تسجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يكفينا شر أنفسنا والشيطان، وأن الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم. ونمسي في هذه الحلقة عليك يا مشاهدي الكريم وعلى من حضر من ضيوف، وكذلك نمسي على سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وعلى ولي عهده الملهم محمد بن سلمان، وعلى جنودنا البواسل الذين يحفظون الحدود والثغور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يؤيدهم بتأييده ويردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. في هذه الحلقة الجميلة بإذن الله بجمال من حضر معنا، كانوا هم الضيوف أمس واليوم كرروا علينا، وزادنا اليوم الشعر، محتاجين شعراء، محتاجين نسمع من القصيد حتى تكون هذه الحلقة مكتملة، ما بين فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة وشعر وفائدة. وحياكم الله في بداية جميلة معكم في هذه الحلقة الجميلة، أخوي أبو عبد الله أحمد العيري يستفتحها بتلاوة، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.